نطلع العنوان 28 شارع شارلت جول. خمسة بالحب والنبي يا صاحبي. 28 شارع شارلت جول. لا ما قاليش جنب ايه الحقيقة. طب استنى اتقل. الو دكتور بيرة، انا نزلت مكان غريب كده وحواليا ناس غريبه، انا مش عارف انا فين يا دكتور بيره. تهت ازاي يا عصفور؟ انا مش مديك بوصله يا ابني. ما هي وقعت مني وانا طاير فوق المحيط الاطلنطي، وانت عارفني ما اعرفش اعوم. طب يا عصفور اسال اي حد من اللي عندك، انا مش فاضيلك، انا بشتغل. ما انا سالت راجل جنبي كده صاحب بقره لابسه عريان وبيتكلم لهجه غريبه، غالبا يعني بيتكلم اجنبي. بقره؟ طب ادهولي اكلمه. طب استنى اسبيك دكتور بيره. ما كنت نايس امجا. You speak English؟ قول له بقى شارلت جول. كنت سمج من هي. قول له بقى. ما كنتش نهي سمجا. شارلت جول. ما كنتش نهي سمجا. مجيه كنت سمج. يا عم هات، انت بتقول له انت كمان. دكتور بيرم. يا عصفور انا مش فاهم منه اي حاجة. اوصف لي ايه اللي حواليك بالظبط. بص انا واقف كده قدام قصر كبير عامل زي قصر عبدين. وفوقيه قبة عاملة زي قبة المسجد كده. وحواليه جنينة كبيرة فيها ورد؟ فيها ورد كتير ياما. والراجل ده شعره ناعم كده وبيحترم البقرة. ها؟ شعره ناعم وبداء. تمام يا عصفور، انت في الهند. فين؟ في الهند. يا نهار ازرق على التسويحه دي. تسويحه دي يا دكتور بيره؟ ما هرجع انا ازاي دلوقتي؟ طيب لا ركز معايا بقى. بص اللي قدامك ده تاج محل. ايوه انا عند الزفت. ادي تاج محل ظهرك وسيب اليمين اللي بعده وخش تاني يمين وخليك طاير شويه، هتلاقي باكستان عديها، هتلاقي اوزبكستان عديها، هتلاقي افغانستان عديها، هتلاقي اليمن. اسال بقى هناك هما بيتكلموا عربي زينا. يعني انزل اليمن واسال؟ ماشي هنزل يمن واسأل. يلا دكتور بيرم سلام. متشكرين يا عم. ايه يا بيرم مختفي ليه؟ احنا مش كنا متفقين تيجي وتوريني نتيجة التجربة بتاعتك؟ سامحني يا دكتور، انا اصلي عارف ان الايام دي انا متراقب، فخايف اجيلك يكون حد ماشي ورايا. متراقب برضو ولا النجاح والشهرة اخدتك مني؟ ها؟ وبتطلع مصالح من ورا الراجل بتاعك، فلوس بدأت تجري في ايديك. انت في حد قالك حاجة؟ انا مش محتاج حد يقول لي حاجة، انا عارف دماغك كويس، مش ده الهدف من العلم. عندك حق يا دكتور، انا اصلا كنت. خلاص ما تقولش حاجة، تجيلي بكرة في العنوان اللي هقولك عليه دلوقتي وتجيب لي معاك الراجل العنابي، عايز اشوف نتيجة اختراعك. حاضر. فاروق بيه. يا فندم انا على الطريق اهو، العقرب قدامي ومعاه الشنطة. حضرتك جهزتلي كمين العمرية؟ تمام يا فندم، انا داخل عليهم. شكلنا كده يا نظام يا حبيبي هننجح في اول مهمة لينا مع بعض. سيبوهولي ده. رخص. تفتح لي الشنطة؟ الشنطة؟ خير في حاجة؟ مفيش حاجة. سمعت الكلام؟ افتح الشنطة. اوكي. هي ايه؟ الشنطة. اي خدمة تانية تيسير بيها؟ تيسير؟ انت تعرفني؟ طبعا اعرفك زي ما انت تعرفني كويس قوي، واعتقد انه عرض لك يا تيسير بيه. الشوط التاني انتهى والماتش كله انتهى. الكلام ده لو كنا بنلعب كرة قدم، بس احنا عقرب ممكن تعتبر ان احنا بنلعب باسكت، يعني لسه في شوط تالت ورابع. اتفضل عرب. في حاجة؟ انت ناسي حاجة مهمة قوي. ايه هي؟ رخص. وخد بالك عشان هتخلص كمان 3 شهور. يا راجل
اتفضل. كان ليه 7 جوال كلهم كانوا اوف سايد. نايس كمان يا كابتن صريح يجيب مراته وعياله ويفرش جوه الجول. هو ده مصطفى اللي انا اعرفه من زمان. مصطفى يونس من وهو شب كان بيتمتع بخفه ظله وتعليقاته اللاذعه اللاسعه. قال لي قول لي صحيح يا وائل شيتوس، انت حضرت الكابتن مصطفى؟ لا للاسف طبعا ما حضرتوش، بس كابتن مصطفى غني عن التعريف يعني. منور يا وائل شيتوس. ربنا يخليك يا كابتن صريح. قمر منور كل حاجه حلوه عليك. مين ده؟ ده الكابتن الكبير عرفات عرفات. عرفات عرفات؟ والله انا اعرف الزعيم الراحل ياسر عرفات، لكن عمري ما سمعت لعيب كوره بالشكل ده اسمه عرفات عرفات يعني. اللي ما يعرفك يجهلك يا كابتن مصطفى. انا كابتن عرفات عرفات، كابتن فريق نكله في الستينات. نكله على كده الجمهور بتاعك كله ملاليم. والله زي العسل. عصفور ازيك يا بنت يا غامق؟ انت جيت هنا ازاي؟ تسلقت من على المواسير. وما دخلتش من الباب على طول ليه؟ عشان مش عايز اشوف خلقه عمك العكره. ما تبقيش غلسه بقى يا بنت. شوفي جبت لك ايه من بلاد بره؟ بص فستان فرحك. انا مش هلبس الفستان ده يا عصفور. برضك الكلام السلفت ده تاني يا فاتن؟ ايوه عشان اختك فرزه تاني. بقى لي 4 سنين في الجامعه الا ما حد اتص في نظره وبص لي. يا بنت يا بنت يا غامقه، ده انت لو الرجل العناب ذات نفسه شافك هيدوب فيك دوب. انت بتتمقلز عليا يا عصفور؟ بقى الرجل العنابي اللي زي القمر ده هيبص لي انا؟ زي القمر؟ اصلك انت ما شفتيش اللي تحت المسك. ايه؟ لا ولا حاجه. بقول لك ايه؟ مسك القرشين دول خليهم معاك، ولو احتجت زياده بقولي. ايه عصفور ده كله؟ انت ورثت ولا ايه؟ يعني انا هورث وانت مش هتورثي ازاي يا حماره؟ صحيح. بقول لك يا بت، اخر امتحان عندك امتى؟ بعد بكره. خلاص تروحي بشنطه هدومك، اول ما تخلصي امتحان تاني الجاي عندي على طول على مصر، ماشي؟ بجد يا عصفور؟ بجد يا سيفتك. يا مد كريم يا رب، بس هما يعني بيتريقوا عليا وانا في المنصور، امال لما اروح القاهره يعملوا فيا ايه؟ طب بس 5 بالحب عشان معايا تليفون. اه دكتور بيهرب. اه عصفور انت فين؟ انا في اسكندريه بجيب الاوردر بتاع الدور، انا حتى في عرض البحر اول موج عالي ياما حتى اسمع صوت البحر كده. سامع صوت البحر يا دكتور؟ انت فين انت بقى؟ انا في محطه مصر، في محطه مصر بوصل امي للقطر عشان مسافره النهارده البلد، حتى القطر شغال جنبي اهو. سامع صوت القطر؟ المهم انت المهم يا عصفور انت بتعمل ايه في البحر؟ وانا كنت بطيرك عشان تنزل لي البحر. لا انا طاير فوق البحر، حتى في شويه عصافير جايين في وشي عكس يا ام، حتى اسمع صوت العصافير. سمعت صوت العصافير؟ العصافير بتعمل ايه بالليل؟ ايه اللي طلعها بالليل دي؟ ما انا مش عارف دول سكرانين دول بقى ولا ايه؟ المهم يا عصفور اعمل حسابك ان انا هاخدك الصبح ونطلع عند دكتور شيحه، ماشي؟ خليك جاهز. يلا سلام. يلا بينا يا بنودي. بلاش يا بيرو. يلا يا بنودي انت خايف ليه؟ بلاش يا يلا. السلام عليكم. هو انت؟ ايه؟ عايز ايه؟ لا انا بس ابنودي كان جعان فقلت اجي اكله من عندك. انا مش جعان بس جعان. ويطلع ايه يا ابنودي ده بقى ان شاء الله؟